السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطالي، أبطال سنة خمسة ابتدائي منهج كونكت بلس. إزيكم النهاردة إن شاء الله يا أبطال، الجزء الثالث والأخير من يعني التو من الوحدة الثانية منهج كونكت بلس 5. هناخد النهاردة إن شاء الله lessons 5, 6 and 7. هناخد reading متعلقة ب lessons 5, 6 and 7. مفيش grammar هناخده، هنحل في الكتاب على الفوكب الموجودة وعلى إن شاء الله اليونت كلها. ركز يا بطل، كبر الصورة، عالي الجودة. لو دي أول مرة تشوفني فأنا يشرفني جدا جدا إنك تشترك في القناة، تفعل جرس التنبيهات لو متاح علشان يوصلك إشعار بكل جديد أنا بقدمه ليك. ودلوقتي start. هنبدأ بالكلمات. جزيرة island island island، الاس مش هننطقها. island جزيرة island island. والبراكين volcanoes 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 volcanoes. طبعا volcano اللي هو البركان، نضيف اس هنجمع يبقى volcanoes البراكين. تدفق الطين، الطين بيتدفق اسمه mud، mud بس يعني طين. mud flow mud flow mud flow mud flow mud flow. القصيدة اسمها poem 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 poem. الحمم البركانية اسمها lava 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 lava. والرماد اسمه ash 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 ash. والتربة soil soil soil. والدخان smoke 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 smoke. جميل يعني pretty pretty زي beautiful pretty pretty pretty. وقرية village 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 village. أعلى higher high عالي، لكن أعلى higher 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 higher. ويلين أوراقه soft 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 soft. You know the mud is soft، الطين soft، لين أوراقه soft soft. يحترق burn burn burn. يد العون، الإيد اللي بتساعدني helping hand helping hand helping hand helping hand helping hand. ملف الحقائق fact file fact file fact file. ومادة material، ما أقصدش المادة الدراسية طبعا، أنا أقصد المادة الخام material 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 material. معلومات information information information. ومنجم ماين 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 ماين. نيجي بقى للافعال، هنبدا بالافعال المنتظمه. يتناغم يعني نفس الوزن كده، تمام. رايم او نفس القافيه رايم رايم رايم. والماضي رايمد رايمد رايمد. يملا فيل 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 فيل. يملا والماضي فيلد فيلد فيلد. يختلط ميكس ميكس ميكس. يختلط والماضي ميكست ميكست ميكست. يشكر ثانك 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 والماضي ثانكت شكرا ثانكت. يقارن كومبير 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 والماضي كومبيرد كومبيرد كومبيرد. يقرر ديسايد 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 الماضي ديسايدد ديسايدد قرر. يراجع او يتحقق او يفحص تشيك 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 والماضي checked checked checked. يضيف add 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 والماضي added added أضافة. expressions اللي عندي come out of يخرج من come out of come out of. يطل على اسمها look down أو ينظر لأسفل برضو look down look down look down. يتحرك لأسفل يعني move down move down move down. يعود come back come back come back. طيب عندي كلمات موجودة في الديفينيشنز برضو هنحفظها. erupt كلمة مهمة erupt يتأجج أو يثور، تمام. يعني البركان بيتأجج يعني بيطلع بقى إيه النار، فبنقول when volcanoes erupt لما البراكين erupt بتتأجج. fire and rocks النار والصخور come out of the top بتطلع من التوب من القمة.
طيب يعني ايه سويل؟ سويل اللي هي التربة الزراعية. سويل is the top part of the earth، هي الجزء العلوي من الأرض. The soil in which، واللي فيها plants، النباتات grow، بتنمو. الجزء العلوي من الأرض اللي النباتات بتنمو منه ده soil. طيب lava، ايه هي اللافا؟ الحمم البركانية اللي هي ايه اصلا؟ اللي هي is hot liquid، سائل ساخن. is hot liquid rock، اسف، يعني صخور سائلة، صخور سائلة ساخنة. that comes out of volcanoes، بتطلع من الـ من الـ من البركان، يعني الصخرة بتكون في شكل سائل، انصهرت الصخرة وسخنة وبتطلع من البركان دي لافا. mud flow، قلنا تدفق الطين، وده يعني is soft wet material، مادة soft لينة ورخوة، wet مبللة طبعا. that moves down mountains، بتنزل من الجبال، ده اسمه mud flow، تدفق الطين. اما ايش اللي هو الرماد او الرماد البركاني، ايش اللي هو something soft، برضو حاجة لينة رخوة. and gray، بتكون لونها رصاصي. that you find when a fire stops burning، بتلاقيها لما الـ النار تتوقف عن الاحتراق، بتلاقي في بعد كده الرماد اللي هو ايش. lesson 6، الدرس السادس، كلمات rainbow اللي هو قوس قزح. rainbow، rainbow. national اللي هو وطني او قومي. national، national، national. الوصف اسمه description، 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 description. الوصف. bridge يعني كوبري، bridge، bridge. والتكوينات حبيبي اسمها formations، formations، formations. okay، formations، التكوينات formations. اما النشرة او المنشور اسمه brochure، 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 brochure. فصل الخريف فول، 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 لأن يعني أصلا فول يقع، ففي الفصل ده أوراق الشجر بتقع فسميناه فول. قوس arch، 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 حجر رملي. sand stone، sand رمل وستون حجر. sand stone، حجر رملي. sand stone. القمة اسمها pinnacle، pinnacle، pinnacle. والموقع location، location، location. الملامح أو السمات features، 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 أو الصفات المميزة لحاجة features، features. الحجر الجيري اسمه limestone، limestone، limestone. geology يعني geological، geological، geological. مصنوع من يعني made of، made of. ويبدو أو يشبه look like، look like، look like، يشبه. take a boat، يركب قارب. take a boat، take a boat. full of يعني مليء بي، اسمها full of، full of. طيب lesson 7، احتفال festival، festival، festival. واللهب اوكي اللي هو لسان النار اسمه flame، flame، flame. والطيار او قائد الطيارة اسمه pilot، 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 pilot. المفكرة اليومية diary، diary، diary. والشريط اسمه ribbon، ribbon، ribbon. لطيف او معتدل gentle، 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 gentle wind مثلا، يعني رياح رقيقة، رياح لطيفة، رياح معتدلة. المنطاد الهوائي اسمه air balloon، air balloon، air balloon. رحلة الطيران flight، flight، flight. تمثال statue، statue، statue. والمادة material، مكررة، material. ساحلي coastal، انت عارف coast يعني ساحل، coastal ساحلي، coastal، coastal city، مدينة ساحلية، coastal. clear يعني صافي أو واضح، clear، clear. فضة أو فضي silver، silver، silver. حبل rope، rope. ضخم enormous، enormous، enormous. ride معناها يركب أو جولة، ride، 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 ride. تنفع اسم بمعنى جولة، ride. burning محترق، burning، burning، جامد، burn يحترق، burning، burning. ضئيل tiny يعني صغير جدا، tiny، tiny، tiny. الأفعال المنتظمة يتبع يعني يمشي وراء، follow، follow. والpast followed، followed. ودrop يسقط، يلقي، drop، drop، drop. الpast منها dropped، dropped، dropped. تمام. في بقى افعال الريجولر هنا بقى، افعال غير منتظمه زي تهب، الرياح بتهب او الدخان بتهب، بلو، 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 بلو. والماضي بلو، بلو، بلو. تشرق
الشمس بتشرق شاين شاين شاين، والباست منها شون أشرقت يا بطل شون شون. expressions عندك سقط اللي هي fell، سقط من يعني fell out of fell out of fell out of. يلتقط pick up pick up pick up. يعيد بعيد حاجة لحد يعني برجع له الحاجة. give وأقول الحاجة back، give وأقول الحاجة اللي أنا بعيدها back، give back. يشير إلى point to point to point to. يطير fly يطير فوق fly over fly over fly over. يبتعد أو يرحل walk away walk away walk away walk away. طيب الديفينيشنز اللي عندي ribbon، احنا قلنا ribbon شريط. طيب ribbon ده اللي هو a long soft piece of material، مادة طويلة okay ناعمة اسمه ribbon. gentle لطيف ومعتدل gentle. قال لك slow يعني بطيء not fast، مش سريع or extreme ولا شديد، لا gentle. basket اللي هي السلة basket، قال لك people use this الناس بتستخدمها to carry things علشان تحمل فيها الأشياء. and a big one والكبيرة قوي can carry people ممكن تحمل الناس، السلة الكبيرة في الـ في الـ في الاير بالون طبعا في المنطاد الهوائي الناس بتكون في سلة basket. flame اللي هو اللهب، ايه هو اللهب flame؟ قال لك the burning gas الغاز المحترق that you see in a fire اللي انت بتشوفه في النار اللي هو الازرق اللي فوق ده راس النار ده اسمه flame flame. light اوكي اللي ماضيها lit دي معناها يضيء مثلا اوكي light او يشعل light lit light lit يعني make something او made something start to burn اخلي حاجة تبدأ تحترق فدي اسمها light light light. طيب ده كان جزء الفوكاب، تعالى نحل على الفوكاب تمارين صغيرة جدا وبعد كده هنرجع يا بطل للبورد علشان نتكلم على الريدنج والليسننج بتاعنا. طيب بالنسبة للجزء الخاص بالفوكاب على lessons 5 6 and 7 أول حاجة بيقول لي ايه is the top part of the earth in which plants grow يعني الجزء العلوي للأرض وفيه النباتات بتنمو، يبقى انت بتتكلم في السويل في التربة الزراعية. طيب when a erupt لما مين بيتأجج؟ أكيد طالما erupt بيتأجج يبقى هو البركان. when volcanoes erupt طبعا fire and rocks come out of the top بتطلع بقى النار والصخور. ال a flow is soft wet material مادة wet مبللة وsoft لينة that moves down mountains بتنزل من الجبال، يبقى احنا بنتكلم في المد flow في تدفق الطين. A is hot liquid rock صخور سائلة ساخنة that comes out of volcanoes طلع من البركان، يبقى احنا الوقت بنتكلم في اللافا. A is something soft حاجة لينة and gray ولونها رمادي أو رصاصي that you find when a fire stops burning بتلاقيها لما النار تتوقف عن الاشتعال، يبقى احنا بنتكلم في الاج في الرماد. Rainbow Bridge جسر قوس قزح أو كوبري قوس قزح is one of the largest natural هو أحد ال largest natural إيه in the world طبعا ده arches الأقواس أحد أكبر الأقواس الطبيعية في العالم. هنا بقول لك Luxor contains a very large number الأقصر بتحتوي على عدد كبير من important إيه طبعا important monuments من الآثار المهمة. The A is an arch هو قوس of colors من الألوان أو قوس ملون formed in the sky بيتكون في السماء، احنا بنتكلم في الرينبو قوس قزح. Number 9 The fire filled the house with الحريق أو النار ملأ البيت بال طبعا بالسموك بالدخان. He ate me خلي بالك when I helped him لما أنا ساعدته with his homework في واجبه، يبقى he thanked me هو شكرني. The sun a every morning to give us heat and light طبعا the sun rises الشمس تشرق كل صباح لتعطينا الحرارة والدفء. She tried a around the present present box
هي ربطت ايه حول الصندوق الهدية؟ يبقى ربطت ريبون شريط. In the past في الماضي people used it to carry things، الناس كانت بتستخدم ايه لحمل الاشياء؟ طبعا الباسكتس السلال اللي هي جمع باسكت سلة. طيب هنا بقول لك the seeds البذور we planted in the A، اوكي البذور اللي زرعناها في الـ A will grow into small trees، هتكبر وتبقى اشجار صغيرة، يبقى البذور اللي زرعناها في السويل في التربة الزراعية. طيب اخر حاجة the weather was perfect، الطقس كان مثالي. And there was a wind، وكانت في طبعا gentle wind يعني رياح رقيقة. يلا بينا يا بطل ننتقل الى البورد تاني علشان نتكلم كلام كده خفيف جدا وبسيط جدا بخصوص الـ reading والـ listening للـ lessons 5, 6 and 7. في أثر هنتكلم عليه، أثر يعني هو مفرد أثار، هنتكلم عليه دلوقتي اسمه Rainbow Bridge. طبعا Rainbow حبيبي يعني قوس قزح. طيب Bridge يعني كوبري. Okay Rainbow Bridge، Rainbow Bridge اللي هو كوبري قوس قزح. ناشونال يعني قومي، ناشونال قومي، ومونيمنت يعني اثر. طيب اترجمه ايه الكلمه دي كلها يعني او العباره دي كلها؟ رينبو بريدج ناشونال مونيمنت يعني اثر جسر او اثر كوبري قوس قزح الوطني. طيب ده موجود فين؟ ده اثر كوبري قوس قزح الوطني موجود في مدينه اسمها يوتا، موجود كده في يوتا، يوتا، ويوتا دي موجوده في USA اللي هي United States of America اللي هي أمريكا. خلاص يبقى Rainbow Bridge National Monument أثر كوبري أو أثر جسر قوس قزح القومي، أوكي، موجود في يوتا وموجود في the United States of America في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب هو بيقول إيه على المكان ده أو على Rainbow Bridge National Monument؟ بيقول إن Rainbow Bridge، Rainbow Bridge جسر قوس قزح، okay Rainbow Bridge is one of، يعني one of يعني واحد من، is one of واحد من، يا ترى انت واحد من ايه يا Rainbow Bridge؟ is one of the largest، largest يعني اكبر، the largest واحد من اكبر، one of the largest واحد من اكبر natural، natural يعني طبيعي، natural عارف كلمة arch يعني قوس. طب انا لو جمعتها اضيف es natural arches الاقواس الطبيعية. rainbow bridge okay جسر قوس قزح is one of هو واحد من the largest اكبر natural arches واحد من اكبر الاقواس الطبيعية in the world في العالم. Okay in the world في العالم. نقول الجملة تاني. Rainbow Bridge، Rainbow Bridge، Rainbow Bridge جسر قوس قزح أو كوبري قوس قزح is one of هو واحد من the largest natural arches واحد من أكبر الأقواس الطبيعية the largest natural arches in the world في العالم. طيب بعد كده هيقول لي عليه إيه؟ بص It's made of، It's made of إنه مكون من، It's made of، It's made of red and brown، red and brown أحمر وبني. يا ترى إيه اللي أحمر وبني؟ red and brown sandstone، sandstone يعني أحجار رملية، sand رمل، stone حجر. يبقى it's made of red and brown sandstone مكون من حجر رملي احمر وبني. it's made of، it's made of، it's made of مكون من red and brown، brown، red and brown sandstone. it's made of مكون من red and brown sandstone. تاني it's made of مكون من red and brown sandstone مكون من حجر رملي احمر وبني. it's made of red and brown sandstone. بعد كده بيقولي a river نهر eroded
هو اللي يعني تسبب في تآكل يعني eroded. A river eroded, a river eroded a hole. A river eroded a hole, حفرة. في نهر تسبب في تآكل حفرة. In the sandstone, in the sand, stone, في الحجر الرملي. In the sandstone, and has formed, and has formed, وكون. And has formed the arch, القوس. And has formed the arch over many years. طبعا الكلام ده على مدى سنوات كثيرة. Over many, over many years. يعني هو عاوز يقول لي يعني بتصورنا ان كان في حجر, حجر رملي كبير قوي. فكان في نهر عمالي يعني ايه يسبب تآكل في الحجر, تآكل في الحجر, تآكل في الحجر, لغاية لما خلى الحجر مجوف. اوكي, ال 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 الهيكل بتاع الحجر راح وتبقى بس الايه الحافة بتاعته من فوق. فده السبب في تكون الرينبو بريدج. فبيقول لي a river eroded a hole, في 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 نهر عمل تآكل لحفرة. In the sandstone, في الحجر الرملي, عمل hole فيه. And has formed, وده كون. The arch, القوس. Over many years, على مدى أو على مدار سنوات كثيرة. يبقى دي أول حاجة اتكلمنا عليها يا بابا, اللي هي Rainbow Bridge National Monument. أثر أثر كوبري قوس قزح, أو جسر قوس قزح الوطني, ده وفي ده مكانه في يوتا في ذا يو اس اي. طيب بعد كده هنتكلم على حاجه اسمها البينكلز, اللي هي القمم. كلمه بينكل اصلا يعني قمه. فلما اقول ذا بينكلز يعني القمم. ذا بينكلز, خلاص, ذا بينكلز, القمم. ذا بينكلز, ذا بينكلز. طيب ذا بينكلز اور, ذا بينكلز اور, القمم بتكون, ركز, the pinnacles are, برضو one of, واحدة من, one of, واحدة من, the most يعني أكثر, the most unusual, unusual يعني غريب, the most unusual, the most unusual, the most unusual geological, geological يعني geology, the most unusual geological formations, formation يعني تكوين, formations تكوينات, formations. طيب برضو حنقول in, هنا بقى مش in the world, لا, قال لي in western Australia, on western, western غربي, on western Australia, أقصد غرب أستراليا, on western Australia. طيب ايه ده, هو بيقول لي ايه هنا, بيقول لي بص the pinnacles, القمم, or بتكون one of the most unusual geological formations, احد اغرب التكوينات الجيولوجية, واحدة من اغرب التكوينات الجيولوجية, in western Australia, في غرب استراليا, the pinnacles are, the pinnacles are, the pinnacles are one of, واحدة من, the most unusual geological formations in western Australia, في غرب استراليا. تمام, اوكي, تشرفنا. يا panicles, يا قمم. طيب بعد كده بيقول لي they are a group, هم مجموعة كده, they are a group, they are a group of tall white rocks, صخور بيضاء طويلة. They are, هم ال panicles, a group of tall white rocks. They are a group of tall white rocks. مكانها فين؟ in, في, خلي بالك من مكانها, the Nambung, in the Nambung National, National Park, في محمية نامبونج أو حديقة نامبونج القومية. Okay, يبقى هم tall white rocks in the Nambung National Park. They are a group, هم مجموعة, of tall white rocks, من الصخور البيضاء الطويلة, مكانها in the Nambung National Park, في محمية نامبونج أو حديقة نامبونج
القومية. طيب بعد كده قال لي حاجة كمان، قال لي إيه؟ قال لي the pinnacles are made of، مكونة من the pinnacles، القمم the pinnacles are made of، مكونة من the pinnacles are made of white، white أبيض، limestone، limestone يعني حجر جيري، حجر جيري أبيض، which the rain، وده المطر، which the rain، المطر، and wind، والرياح، عملوا تآكل للحجر ده فبقى بشكل البانيكلز. Okay. Which the rain and wind have eroded، برضو have eroded، نحتوه، have eroded into، نحتوه إلى إيه؟ into different shapes. يبقى ال pinnacles كان أساسها limestone، فالمطر اللي هو حجر جيري، فالمطر والرياح عملوا لللايمستون ده، للحجر الجيري ده، erosion، نحت، خلاص، فنحتوه إلى إيه؟ إلى different shapes، أشكال مختلفة. يبقى the pinnacles are made of white limestone، مكون من white limestone، من حجر جيري أبيض، which the rain and wind، والحجر ده الرياح والمطر الاثنين، have eroded، نحتوه، into different shapes، لأشكال مختلفة. طيب بعد كده تعالى ننتقل للكتاب آخر مرة، هنحل وهنكون خلصنا الفيديو. بالنسبة بقى للتمارين دلوقتي، فبقول لي the word A is a period of 10 years، فترة من 10 سنين يبقى decade، العقد، لو 100 سنة يبقى century، القرن. The Nile gave the ancient Egyptians A like papyrus، النيل أعطى قدماء المصريين A مثل نبات البردي، يبقى أعطاهم plants، نباتات. The pyramids، الأهرامات، are A monuments in Giza، آثار A في الجيزة، طبعا enormous، ما ينفعش إلا enormous، لا هي soft ولا هي tiny ولا هي new. طبعا it was an exciting A when we climbed the mountain، لما تسلقنا الجبل ده كان exciting adventure، مغامرة مثيرة. We learn about the ancient Egyptians life، احنا عرفنا حياة المصريين القدماء in A class، بنتعلم عن حياة المصريين القدماء طبعا في الهيستوري كلاس، في حصة التاريخ. Every year، كل عام، a lot of، الكثير من مين يا ترى، come to Egypt، بيجوا مصر، to see its great monuments، عشان يشوفوا الأثر، يبقى اللي بيجي طبعا visitors، زوار، لو في tourists طبعا كنت هختارها. They asked the A to take some photos of the Paris Day party، طبعا طلبوا من الفوتوغرافر انه take some photos، انه يلتقط بعض الفوتوز، الصور، of the Paris Day party. He is very A، he can run very fast، هو A جدا، يقدر يجري بسرعة، يبقى strong، قوي، ما ينفعش lazy ولا funny ولا weak. You shouldn't be، لا يجب ان تكون A، it is a cute dog، انه كلب لطيف، يبقى لا يجب ان تكون خائف، frightened. They A أو the A filled all the fields with water، ملأت كل الحقول بالماء، يبقى مين اللي هتملأ الحقول بالماء؟ الفلود، الفيضان، the flood. I always take A after I read a story and tell my friend about them، أنا دايما طبعا take notes، ودون ملاحظات، after I read a story، بعد ما أقرأ قصة وأبدأ أحكي لأصحابي عنها. They live on A أو an A with water around it، والمية حولها، طالما المية حولها يبقى island، جزيرة. The wind A and made the kite fly very high، طبعا the wind blew، الرياح هبت وجعلت الطائرة تطير. Mountain in Sinai أو mountains in Sinai، الجبال في سيناء، أو Sinai Peninsula، شبه جزيرة سيناء، are covered in A in winter، بتغطى بإيه في الشتاء؟ ice، تغطى بالتلج. The burning gas، الغاز المشتعل، that you see in a fire، اللي انت بتشوفه في النار، طبعا ده اسمه flame، اللي هو اللهب أو رأس النار. هنا حبيب قلبي بقول لي A is a long soft piece of material، يعني مادة كده وبتكون طويلة وناعمة، طبعا يبقى انت بتتكلم في الريبن، في الشريط.
ماونت كيليمنجارو is one of the most famous natural إيه in the world، هو أحد يعني الإيه الطبيعية في العالم أو أشهر الإيه الطبيعية في العالم طبعا، wonders العجائب. They built بنوا stone إيه to protect their farm animals، عشان يحموا حيوانات المزرعة، فبنوا طبعا stone walls جدران من الإيه من الستون الحجر. This place هذا المكان is إيه I can't hear any noise، أنا مش سامع أي ضوضاء، يبقى هذا المكان quite هادي. The first A in Africa is Arabic، طبعا the first language اللغة الأولى في أفريقيا هي اللغة العربية. طيب أنا عاوز أشيل من البوكس هنا وأملى الجابس. Temples معابد، country دولة، wonders عجائب، history تاريخ، continent قارة. The natural world in Africa is beautiful. العالم الطبيعي في أفريقيا جميل. People in this A have made many incredible things. طبعا people in this continent. الناس في القارة دي have made many incredible things. عملوا حاجات كتير جدا مذهلة لا تصدق. Some of the most important man-made wonders. وأحد أهم العجائب اللي من صنع الإنسان are in Egypt، موجودة في مصر، اللي هي the pyramids of Giza، the sphinx with the A of Abu Simbel، طبعا the temples معابد، the temples of Abu Simbel and the valley of the kings، ووادي الملوك. People came from all over the world، الناس أتت من كل أنحاء العالم to visit these places، علشان يزوروا الأماكن دي and learn about Egypt's history، ويتعلموا عن تاريخ مصر. But there is a lot more to see in Africa، بس في المزيد برضو ان هو يتشاف افريقيا. طيب بعد كده برضو عندي gaps فراغات، زي فيها snow جليد، erupted تأجج، desert صحراء، ecosystems النظم البيئية، و mountain جبل. بيقولي mount كليمنجارو، جبل كليمنجارو is made of three volcanoes، مكون من ثلاث براكين. Scientists think that it hasn't a، العلماء بيعتقدوا انه مش a for لمدة 360,000 years، 360 ألف سنة، يبقى هم لم يتأجج، erupted. Mount Kilimanjaro is the tallest a in Africa، هو أطول a في أفريقيا، طبعا أطول جبل mountain. At 5,895 meters every year about، بيقولي حوالي 25,000 people، 25,000 شخص climate بيتسلقوه كل سنة. But it is difficult، بس الكلام ده صعب. The mountain is very big، الجبل ده كبير جدا. And has lots of different A، وبه الكثير من الإيه المختلفة. تمام؟ طبعا الايكو سيستمز النظم البيئية المختلفة كبير، وبه الكثير من النظم البيئية المختلفة. It starts in the hot grasslands، يعني بيبدأ من المراعي الحارة. Farther up، ولما نطلع فوق، there are tropical rainforests، هنلاقي فيه غابات استوائية. And at the top، وفي القمة خالص، طبعا there is snow، يوجد جليد في قمة الايه الجبال، بيوجد جليد. طيب تعالى نكمل هنا برضو، عندنا نفس الفكرة، البوكس اللي انا هشيل منه واملى الجابس الفراغات. عندي wetlands اراضي رطبة، وعندي sides جوانب، وعندي erupted تأججة، وعندي سيارة، وعندي storm عاصفة. The Ngorongoro crater in Tanzania، فوهة بركان Ngorongoro في تنزانيا، is the largest volcanic crater، هي أكبر فوهة بركانية in the world في العالم. It formed تكونت when a volcano erupted، لما بركان تأجج. Millions of years ago، منذ ملايين السنين. It is about، هو حوالي 260 square kilometers، 260 كيلومتر مربع. The A of the crater are over 600 meters tall. تمام؟ طبعا هنا هنقول مفيش إلا the sides جوانب. The sides of the crater جوانب الفوهة are over أكتر من 600 متر طولا. And inside وبالداخل there are a and forests،
طبعا زير ار ويت لاندز، توجد اراضي رطبه او مستنقعات and forests وغابات. You can see lots of different animals. طبعا you can see، تستطيع أن ترى lots of different animals، الكثير من الحيوانات المختلفة، birds والطيور and plants there، والنباتات هناك. طيب الفقرة دي عندي eroded، نحت، وعندي monument أثر، وعندي boat مركب، وعندي water مياه، وعندي sandstone حجر رملي. Rainbow Bridge جسر قوس قزح is one of the largest natural arches، هو أحد أكبر الأقواس الطبيعية in the world في العالم. It is 88 meters tall، طوله لغاية دلوقتي 88 متر، and it is made of red and brown، ومصنوع أو مكون من red and brown طبعا sandstone، من حجر رملي بني وأحمر. A river، جه نهر طبعا eroded، نحته، eroded أهول، نحت حفرة أو فتحة in the sandstone، في الحجر الرملي، and has formed، وكون the arch، وكون القوس over many many years، وعلى مدار سنوات كثيرة جدا جدا جدا. rainbow bridge كوبري قوس قزح has been a national، أصبح national monument، أثر قومي since 1910، منذ عام 1910. If you want to visit it، لو عاوز تزوره، you have to take a لازم تاخد ايه، ride a horse، او تركب حصان، or walk to it، او تمشي. طبعا you have to take a boat، لازم تاخد boat مركب، او تركب حصان، او تمشي. هنيجي للترتيب يا بطل، عندي the tallest، وعندي mountain، وعندي mount Kilimanjaro، وعندي in، وعندي is، وافريكا. هيبقى mount Kilimanjaro is، جبل كليمنجارو بيكون the tallest mountain، أطول جبل طبعا in Africa، في أفريقيا. Mount Kilimanjaro is the tallest mountain in Africa. Africa is amazing continent، the place on، هنقول the African continent، القارة الإفريقية، ماشي، is، بتكون an amazing place، يعني مكان مذهل. The African continent is an amazing place. طيب وبعد كده حبيبي عندي covers the Sahara 11 desert countries، يبقى the Sahara desert، الصحراء الكبرى، covers، بتغطي 11 countries، 11 دولة. The Sahara desert covers 11 countries. The pyramids are of man-made Giza wonders، يبقى the pyramids، العجائب، are، بتكون man made wonders، أو the pyramids of Giza، ممكن أقوله the pyramids of Giza الأول، the pyramids of Giza are، أهرامات الجيزة، بتكون طبعا أقوله man made، دي مع بعضها دلوقتي، man made wonders. The pyramids of Giza are man-made wonders. تاني، the pyramids of Giza are man-made wonders. طيب red sandstone made of is rainbow bridge and brown. يبقى rainbow bridge قوس أو كوبري قوس قزح is made of، بيكون مكون من red and brown sandstone، حجر رملي أحمر وبني. ده كان بالنسبة لتمارين الـ reading and listening. طيب تعالى بطل دلوقتي ننتقل لتمارين اليونت، بس لحظة واحدة حبيب قلبي، بالنسبة لتمارين اليونت أنا هشيل الكتاب دلوقتي علشان في سؤال استماع، أوكي؟ فأنا عاوزك تسمع يا بطل، أوكي؟ الأول يا حبيب قلبي، الأول يا بطل أنت هتسمع، خلاص؟ وبعد كده، بعد ما تسمع هنبدأ بقى حبيب قلبي ان احنا نحل. طيب ركز معايا يا بطل. رواندا is a country in Africa. رواندا is a country in Africa. Visitors to Rwanda can have an amazing rainforest adventure on the canopy walk in Nyungwe National Park. The bridge is in the highest part of the trees. The bridge is in the highest part of the trees, so visitors can see monkeys and birds. So visitors can see monkeys
and birds. طيب هنا يا بابا بيقول لي رواندا. رواندا is a country in طبعا Africa. Visitors to Rwanda can have an amazing rainforest adventure. The bridge is in the highest part of the trees. طيب تعالى يا بطل على الجابس عندي canyon, waterfall, wonders, noise, storm. Africa has some of the most famous natural wonders in the world. Victoria Falls, شلالات فيكتوريا is one of the natural طبعا wonders هي احد الايه الطبيعية احد العجائب الطبيعية. This enormous is on the Zambezi River. يبقى this enormous waterfall هذا الشلال الضخم is on the Zambezi River on the border وعلى الحدود between Zambia and Zimbabwe. Every minute كل دقيقة over 5 million cubic meters أكثر من 5 مليون متر مكعب of water من المية falls into a big بيسقط في big طبعا big canyon في أخدود كبير which the water has eroded وده المية هي اللي انحتته. When the water falls لما المية بتنزل it makes a lot of بتعمل الكثير من طبعا النويز الضوضاء. طيب بالنسبة تشوز هنا حبيب قلبي بيقول لي مين الترافل تو بليسز بيسافر لأماكن where a hurricane is forecast يتوقع فيها الإعصار. يبقى احنا بنتكلم على storm chasers مطارد العواصف. A crater is a large round hole. الكريتر هنا بقى هي عبارة عن حفرة كبيرة مدورة in the middle of a في منتصف طبعا in the middle of a volcano في منتصف البركان. You have to be very careful عليك أن تكون حذر جدا. Okay, it is very a place إنه مكان طبعا مكان dangerous خطر. طارق A to London 3 times طارق A للندن 3 مرات. يبقى has been to London 3 times راح لندن 3 مرات نحكي عن تجربة مر بيها. طيب هنا يا بطل طالب مني ان انا اصحح الكلمة اللي جوه الاقواس. فهنا بيقول لي سما has ever met لا never ever دي بتيجي في السؤال. طيب هبة أند توكا هاز إيتن لا هاف إيتن طبعا برافو هاف. الترتيب يا حبيبي ميد فولكانوز إز ماونت كليمنجارو 3 أوف ماونت كليمنجارو إز ميد أوف مكون من 3 كليمنجاروز. طيب هنا veins do what arteries and carry يبقى what do veins and arteries carry. طيب هنا very hot is desert the Sahara desert الصحراء الكبرى is very hot يعني سخنة جدا. طيب بص يا بطل هنا بيقول لي volcanoes البراكين look like mountains تبدو مثل الجبال. volcanoes can be cold fire mountains بنقول عليها الجبال النارية. There are a lot of volcanoes in the world. في الكثير من البراكين في العالم. Some are sleeping. بعضهم نايم خامد. And some are awake. وبعضهم متيقظ. براكين متيقظة. Okay. When the volcano is awake. لما البركان يكون صاحي كده ومنعنش كده. We say the volcano is active. احنا بنقول ان البركان نشيط. This means وده معناه ان hot rocks الصخور الساخنة comes out of the top تخرج من القمة. This can be happen fast or slowly الكلام ده ممكن يحصل ببطء او بسرعة. When the rock is very hot لما الصخرة تكون ساخنة جدا. It is called lava اسمها lava. This rock or lava الصخرة دي او الحمم البركانية دي moves like slow water بتتحرك زي المية البطيئة. It can burn trees تقدر تحرق الأشجار. Forests الغابات and even houses حتى المنازل. Scientists try to study volcanoes العلماء بيحاولوا إن هم يفهموا البراكين ويدرسوها. To know what a volcano
when a volcano erupts عشان يعرف امتى البركان هيتأجج. This is important to help people be safe. ودي حاجة مهمة جدا تخلينا نساعد على الناس ان هم يبقوا بأمان. What do volcanoes look like؟ السؤال الأول، البراكين بتشبه ايه؟ What do volcanoes look like؟ طبعا volcanoes look like mountains، بتشبه الجبال. Volcanoes look like ايه؟ mountains، بتشبه الجبال. Okay. What is a lava؟ ايه هي اللافا؟ طيب وبالنسبة لللافا هو هنا بيقول لي when the rock is very hot it's called lava، يبقى it is a very hot rock. Okay. Volcanoes can be called a mountains، البراكين ممكن تسمى بالجبال الايه؟ طبعا fire، الجبال النارية. Scientists العلماء try to know، بيحاولوا يعرفوا when a volcano erupts، متى البركان يتأجج. طيب بعد كده بالنسبة للريدر على الجوباري احنا لسه ما خدناهاش، فهنا بيقول لي نكتب باراجراف على المان ميد وندرز اوف افريكا، العجائب اللي من صنع الانسان في افريقيا، وهنستخدم paintings واركيولوجيست runes وانكريدبل وسفنكس وهيستوري. ممكن ابدا الجمله واقول the natural world in Africa is beautiful and people have made many incredible things too، ولكن الناس قاموا بالكثير من الاشياء المبتكره. Some of the most important man-made wonders، احد اهم عجائب الانسان او صنع الانسان are in Egypt، موجوده في مصر. The pyramids of Giza، اهرامات الجيزه، و the sphinx وابو الهول، and the temple of Abu Simbel are man-made wonders in Egypt، هي عجائب من صنع الانسان في مصر. People come from all over the world، الناس بتيجي من كل انحاء العالم to visit them، علشان تزورهم. And learn about Egypt's history، ويتعلموا عن تاريخ مصر. In North Africa there are paintings on rocks، في شمال افريقيا في رسومات على الصخور. And in caves والكهوف which people made thousands of years ago، الناس عملتها من آلاف السنين. بعد كده in Zimbabwe there are the ruins of Great Zimbabwe، في زيمبابوي في بقايا مدينة زيمبابوي العظيمة أو العظمى. The Afrikaans language monument، باللغة الأفريقينية، is a newer monument، هو أثر جديد. In South Africa في جنوب أفريقيا نوع من أعمدة حجرية. The Africans language، لغة الأفريكان، developed، تطورت. When people from other countries، لما الناس من بلاد أخرى come to Africa، بيجوا أفريقيا. The Africans language، لغة الأفريكان، has words from lots of different countries. Visitors to Rwanda، الزوار لرواندا، can have an amazing rainforest adventure on the canopy walk، على ممر كانوبي. In Nungwe National Park، في حديقة نونغوي القومية. بطل احنا خلصنا، انا بحبك جدا ومبسوط جدا انك وصلت للنقطة دي في الفيديو. Thank you for watching يا بطل، شكرا للمشاهدة. بكل اسف هتوحشني كتير جدا لغاية السيشن الجاي ان شاء الله. خلاص خلصنا، سلام، goodbye.